بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين من كتاب البيوع: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فذكر الشيخ في هذه الجملة مسألتين مهمتين. المسألة الأولى حينما ذكر أن العقد إذا وقع صار لازما، فإن العقود الشرعية عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع باعتبار اللزوم وعدم اللزوم، والمراد بعدم اللزوم أي الجواز. فإذا قلنا إن العقد لازم أي أنه لا يحق لأحد من المتعاقدين الانفراد بفسخه، بل لا بد من تراضيهما معا. قلنا إن العقود التي تنعقد على ثلاثة أنواع: أولها العقود التي تكون لازمة من الطرفين، من المشتري والبائع، من المؤجر والمستأجر، وهذا مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الصرف وغير ذلك من العقود، فإنها عقود لازمة من الطرفين. والنوع الثاني من العقود عقود جائزة من الطرفين، بمعنى أن كل واحد من الطرفين في هذا العقد يجوز له الانفراد بأن يفسخ العقد وحده. ومثال ذلك عقد الوديعة، فإن من أودع آخر شيئا جاز له وقت ما يشاء عن المودع أن يقول رد وديعتي. وكذلك المودع أي الذي عنده العين المودعة يجوز له وقت ما يشاء أن يقول خذ وديعتك، لأنه عقد أمانة. والأصل أن عقود الأمانات عقود جائزة، نعني بالجائز ليس الذي يقابل الحرام، وإنما نعني بالجائز الذي يقابل اللازم. اللازم من العقود الجائزة أيضا من الطرفين قالوا عقود الشركات، فإن الفقهاء الأصل عندهم أن عقد الشركة عقد جائز، فإذا تعاقد اثنان على عقد شركة جاز لكل واحد منهما فسخه متى ما أراد، ما لم يكن هناك شرط بينهم على التعويض أو الضرر. من العقود أو النوع الثالث من العقود العقود التي تكون جائزة من طرف ولازمة من الطرف الثاني، بمعنى أن من كان هذا العقد في حقه جائزا جاز له أن ينفرد بفسخه، وأما من كان العقد في حقه لازما فلا يجوز له أن ينفرد حتى يوافقه صاحبه على فسخ العقد. ومن هذه العقود على اختيار الشيخ تقي الدين خلافا للمذهب، فإن المذهب أن هذا العقد من العقود الجائزة من الطرفين هو عقد القرض، وهو السلف الذي نسميه نحن بلهجتنا الدارجة السلف. فإن عقد القرض إذا كان مؤجلا وليس من غير أجل فإنه يكون لازما للمقرض، بمعنى أنني عندما أقرضك ألفا وأقول لا أريدها إلا بعد شهر، فيجب علي أن أمكث الشهر كاملا، لا يحق لي أن أطالبك بها، وهي جائزة من طرف المقترض. فلو اقترضت منك المال الآن لي الحق أن أرده بعد ساعة ولو كان مؤجلا لمدة سنة. هذا رأي الشيخ تقي الدين. وأما المذهب فإن عقد القرض جائز من الطرفين، أقرضك الآن لمدة شهر، بعد يوم أطلبك إياه، يجب عليك أن ترده لي، فلا يتأجل عندهم بالتأجيل، فيكون عقدا جائزا. نعم. إذن هذا ما يتعلق باللزوم والجواز أي بعد الانعقاد. وأما قبل الانعقاد فإن كل العقود الأصل فيها أنها جائزة، ليس الإنسان مجبر على إنشاء عقد معين،
وإنما عندما نتكلم عن اللزوم والجواز فإنما نعني به بعد انعقاد العقد، بعد انعقاد العقد. وهكذا سر على جميع العقود لا بد أن يكون واحدا من هذه العقود الثلاثة. طيب، المسألة الثانية التي تكلم عنها الشيخ هي قوله إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. هذا الاستثناء وهو قوله إلا بسبب من الأسباب الشرعية يقصد أن هذا العقد اللازم لا ينفسخ إلا بأحد الأسباب الشرعية، فلا تنحل عروته ولا يعود إلى حاله الأول إلا بسبب من الأسباب الشرعية. والفقهاء كما عبر ابن رجب رحمه الله تعالى يقسمون أسباب انحلال العقود إلى قسمين. النوع الأول يسمونه أسباب فسخ العقد، وهذا تعبير ابن رجب في القواعد. والنوع الثاني يسمونه انفساخ العقد. النوع الأول يسمى فسخ العقد، أسباب فسخ العقد، والثاني أسباب انفساخ العقد. نبدأ بالأول وهو فسخ العقد، فإن العقد لا ينفسخ إلا الأصل أن العقد إذا انعقد لازما فإنه لا ينفسخ إلا بسبب شرعي، ومنها الأسباب التي ذكرها المؤلف إضافة لما ذكر المؤلف أن يثبت أن العقد فاسد فإنه ينفسخ بأمر طارئ. وأما الانفساخ فالمراد به أن يتراضى الطرفان على حل العقد الذي هو الإقالة، وسيتكلم عنه الشيخ في آخر هذا الباب. إذا ما ذكره الشيخ في هذا الباب فإنه ذكر أربعة أسباب، ثلاثة أسباب أو أربعة، بل أربعة، أربعة أسباب لفسخ العقد، ثم أعقبه بسبب من أسباب انفساخ العقد وهو سبب وحيد وهو ما يسمى بالإقالة عندما يتراضى الطرفان، سنتكلم عنه في محله. قال رحمه الله إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. أول الأسباب التي يجوز بها فسخ العقد بمعنى أن ينفرد أحد طرفي العقد بفسخه، أن ينفرد أحد طرفي العقد بفسخه، قالوا إذا كان العقد أو إذا كان المرء في مدة خيار المجلس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، والمراد بالتفرق تفرق الأبدان لا تفرق الألفاظ، وليس المراد تفرق الألفاظ وإنما تفرق الأبدان، إذ لو حملناه على تفرق الألفاظ كما حمله بعض الفقهاء لما أصبح للحديث فائدة، ما أصبح له فائدة. ولذلك المقصود تفرق الأبدان. وهنا مسألتان تتعلق بخيار المجلس. المسألة الأولى ما هي العقود التي يجري فيها خيار المجلس؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إنه ليست كل العقود يجري فيها خيار المجلس، وإنما يدخل في البيع وما كان في حكم البيع كالإجارة، لأن الإجارة بيع للمنافع، وكالصلح لأن الصلح يؤول إلى البيع. وأما ما اشترط فيه القبض أو لم يكن فيه قبض مطلقا، ما في شيء يقبض، فإن لا خيار فيه، لا خيار فيه، خيار مجلس ليس فيه خيار مجلس. الأول ما يشترط له القبض أو لا يوجد فيه شيء يقبض، ما في شيء يقبض. سأمثل الأول والثاني يقوم فلا خيار للمجلس، وهذا كلام ابن مفلح الفروع تلميذ الشيخ تقي الدين. مثال الأول ما يشترط له القبض عقد الصرف، فإن عقد الصرف عندهم مستثنى، مستثنى ليس فيه خيار مجلس، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم قالوا ما لا قبض فيه مطلقا،
مثل عقد الكفالة، الكفالة ما في شيء يقبض، فلذلك قالوا إنه لا خيار للمجلس فيه. وكأنهم أناطوا ذلك بالقبض، أناطوا ذلك بالقبض. وعموما يعني لم أقف للشيخ تقي الدين على كلام فيما يدخله خيار المجلس وما لا يدخله. الأمر الثاني بما يكون التفرق في المجلس، الفقهاء يقولون إذا كان المجلس محاطا ومحددا فتفرقهما من هذا المكان فإنه خروج منه، فخروج من المجلس هو إنهاء لهذا الخيار، إنهاء له. وإن لم يكن المكان كذلك بل كان مفتوحا كأن يكون في سوق وفي نحوه، فقال بأن يتدابر كل واحد يذهب من جهة أو أحدهم ينصرف عن الدكان، فهنا ما في مكان، مفتوح الدكان، فأن يتدابر عنه وينصرف انتهى خيار المجلس. الحالة الثالثة إذا كان المكان أو المجلس طويلا كأن يكون في سفينة سيجلسون في هذه السفينة يومين، فهل نقول إن خيار المجلس يستمر لمدة يومين أم لا؟ يقولون نعم يستمر لأجل يومين، وهذا هو المذهب يستمر. الشيخ تقي الدين لم أقف له على خيار على يعني نص في هذه المسألة. نعم. قال ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. نعم. ومن الشروط ومن الخيارات خيار الشرط، والمراد بخيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين له الخيار، فيقول عقدت هذا البيع معك لكن لي الخيار شهر، إن وافقت وإلا لي الحق أن أفسخ، أو لي الخيار 3 أيام عندما رأى تقيته ب3 أيام لي الخيار بكذا، فإن أمضيته انتهت المدة ولم أختر فسخ العقد فإنه يكون ماضيا. وأحيانا يكون خيار الشرط معلقا على شخص فيقول حتى أشاور والدي، فهو نوع من نوع الخيار لكنه مؤجل إلى فعل حتى أشاور والدي. وقد يكون أيضا خيار الشرط متعلقا بوصف معين، كأن يقول مثلا إلى أن يأتي فلان القادم من السفر يبقى خيارا. والفقهاء يشترطون لصحة الشرط فيه لا بد أن يكون الأجل محددا، فإن لم يكن محددا أو كان مجهولا كقدوم المسافر مثلا أو على وقت مجهول لمدة ويسكت عنها، فيقولون إن الشرط في هذه الحالة يكون لاغيا، يبطل الشرط ويصح العقد فيلغى أثره وهو الخيار. هذا واحد. المسألة الثانية المهمة وهي ما هي العقود التي يدخل فيها خيار الشرط. الشيخ تقي الدين يرى أن كل العقود يدخل فيها خيار الشرط، كل العقود حتى العقود ذات الإرادة المنفردة كالكفالة يدخل فيها خيار الشرط، فتقول كفلتك إلى يومين يعني لي خيار اليومين، إن أمضيته وإلا التغى. وسائر العقود كلها يدخل فيها خيار الشرط بلا استثناء عندهم. الأمر الثالث خلال مدة الشرط تكون العين بيد من؟ خلال مدة خيار الشرط يقول الفقهاء إنها تكون في يد البائع، تكون في يد البائع ولا تكون في يد المشتري، لأنه في مرحلة خيار، فالعقد في حكم الموقوف، موقوف العقد ليس بيعا وليس مطلقا عن البيع بل هو موقوف حتى تنتهي المدة لصالح من هو مشروط له، قد يكون مشروط للبائع وقد يكون مشروط للمشتري. وهل التصرف في المبيع لمن له الشرط يعتبر إمضاء أو فسخا؟ مثال ذلك لو أن رجلا باع آخر شيئا واشترط الخيار لصالح المشتري، فقام المشتري ببيع هذه السلعة، ببيع هذه السلعة، فنقول إن الصحيح وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين أن التصرف إمضاء، وبناء على ذلك
فإن تصرف البائع المشتري إذا كان الخيار له يعتبر إمضاء للبيع، والعكس إذا كان الخيار لصالح البائع فباعها البائع لشخص آخر فهو إبطال للعقد. وأما من ليس له الشرط فيحرم عليه التصرف، يحرم، يعني بائع ومشتري والمشتري اشترط الخيار 10 أيام، فهل يجوز للبائع أن يتصرف؟ نقول ما يجوز، لأن الشرط ليس لك، ليس لك. أعطيكم مثالا من خيار الشرط كثر الآن استخدامه لكي نعرف كيف يتصور. بعض الناس عندما يأتي لطلب تمويل، التمويل هو ماذا؟ هو أن تطلب من شخص أن يشتري لك سلعة، هذا هو التمويل في مصطلح المعاصرين. أذهب لشخص أقول اشتر لي هذا البيت، اشتر لي هذه السيارة، فيأتي هذا الممول، لنقول إنه بنك أو شخص عنده سيولة، فيشتري تلك السلعة. فإذا اشتراها اشترط على صاحب تلك السلعة ذلك البيت الخيار شهر كامل، ليحق الخيار شهر كامل، قد أفسخه وقد أمضي. خلال هذا الشهر ماذا يفعل البنك؟ يأتيك يقول هل تريد البيت؟ أنت الآن مخير، لست ملزما، لكي يخرج من الخلاف في قضية أن الوعد بالبيع المرابح للآمر بالشراء ليس ملزما، فيقول أنت تحت الخيار الآن، تمضي البيع إن قلت نعم أمضاه بنقل الملك إليك، وإن قلت لا فسخ العقد بخيار الشرط. وهذا الآن أغلب البنوك تتعامل بهذا الخيار في تعاملها عند تمويل البنك، وهذا خيار صحيح شرعي وليس فيه أي إشكال. واضح الخيار الشرط؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. نعم، النوع الثالث قالوا خيار الغبن، وخيار الغبن هو أن يرفع على الشخص في الثمن، ولخيار الغبن صور، إما أن يغبن عن طريق بيع النجش فيأتي الشخص فيأتي بأقوام يزيدون في الأسعار فحينئذ يظن أن سعرها في الحقيقة في السوق كذا فإذا بها مرتفعة. ولذلك قلنا إن الصحيح، تذكرون، أن بيع النجش ليس مبطلا للبيع وإنما مثبتا للخيار، ذكرناها قبل، وإن كان الفقهاء المذهب قالوا إنه مبطل، ولكن الصحيح أنه مثبت للخيار، مثبت للخيار. هذا واحد من صور الغبن، أن الشخص يكون قد أتى ببضاعة هو من البادية مثلا، أو شخص لا يعرف السوق فتلقاها شخص اشتراها منه قبل أن يدخل إلى السوق، فلما دخل للسوق عرف أن البضاعة التي باعها في السوق أغلى، فحينئذ يجوز للبائع هنا الخيار، فيكون الخيار هنا للبائع، الأول للمشتري وهنا للبائع. من صور الغبن أيضا، وهذه نص عليها الشيخ تقي الدين، قالوا أن يقول البائع سيمت هذه السلعة بكذا وهي لم تسم، إذا قال سيمت بكذا وهي لم تسم بهذا الثمن أصبح للمشتري حق الخيار، لأنه كذب عليه وقال أنها سيمت، مثل النجش، النجش على الأقل هناك رجل يكذب ويرفع السعر، لكن عندما يكذب يقول سيمت بكذا وهي لم تسم، فإنه حينئذ يثبت له خيار الغبن، خيار الغبن. هذه صور الغبن. المسألة الثانية أنه باتفاق الفقهاء أن الغبن اليسير معفو عنه، الغبن اليسير معفو عنه، ما من امرئ منا إلا ويغبن غبنا يسيرا. عندما تذهب للمحلات التجارية تجد أن هذا يبيع هذه السلعة بخمسة والذي بجانبه يبيعها بسبعة، الغبن، الكل يغبن بلا استثناء، بلا استثناء يغبن. طيب، إذن الغبن الذي يؤثر في الخيار يثبت للمشتري أو للبائع الخيار؟ قالوا إذا كان الغبن فاحشا كبيرا، وقد اضطر الفقهاء إلى أن يجعلوا ضابطا للغبن، فمنهم من قال إن الغبن هو الثلث، مذهب مالك، مالك عنده مبدأ كل شيء لم يقدر فالثلث، فيقول إن من زاد الثلث فإنه يكون غابنا، فمن زاد الثلث، حتى إنه كان مالك يقول
إن نقل عن مالك أنه يقول من ربح في سلعة أكثر من ثلث قيمتها فإنه غابن. اشتريت السلعة بمئة لا تبعها إلا بمئة وثلاثة وثلاثين، لا تبعها مئتين ولا مئة وخمسين، لأنه يكون غبن كيف دخلت عليك، فلا يكون الربح، يقول هذا الربح المقبول. وأما الثلث فهو باعتبار السوق، لا يقصد باعتبار الشراء، لأنه ليس بيع مرابحة. ولكن الصحيح أن الغبن راجع للعرف، فإذا قال اثنان من تجار السوق إنه قد غبن غبنا فاحشا، فإنه حينئذ له حق الخيار إما بين الإمضاء أو الرد. وضحت هذه؟ يعني يقدر الغبن إنما هم أهل السوق، أهل السوق. يعني مثلا الآن بعض البضائع تشتريها من وسط البلد بنصف ثمنها مثلا من شمال الرياض، بنصف الثمن أو أحيانا أكثر. قالوا هذا لا يسمى غبنا، والسبب أنك اشتريتها من سوق يعرف رفع السعر فيه، فينظر لنفس السوق ولا ينظر للقيمة. لذلك لما قلنا إن مالك زاد في الثلث لم يزد على القيمة الشراء بكم ربح فيها، وإنما نظر لقيمتها في السوق، إن زاد الثلث على غيره فإنه يكون غبنا. يعني هو دائما التقدير يكون من اثنين، وإلا الأصل عند الفقهاء أن الخبير في الإثبات أن ما كان من باب التقدير واحد، قاعدة أن ما كان في التقدير فيكتفي فيه واحد ثقة، لأنه من باب الخبر وليس من باب الشهادة. أحسنت. فكل ما كان من باب الإخبار يكفي فيه واحد، لكن من باب درء النزاع. ولذلك انعقد الإجماع على أن الموضحة يكفي في إثباتها رجل واحد يقدر كم هل هي موضحة أم هي مأمومة، الذي يقدر نوع الشجة. نقل ذلك الزركشي. فهنا هي من باب الخبر، والخبر يكفي فيه واحد، والشهادة لا بد فيها من اثنين. ساك الله خير. تفضل شيخ. قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. طيب. النوع الخامس وهو خيار التدليس. المراد بالتدليس هو أن يكون في العين المباعش، في الغبن، في الثمن، يرفع الثمن أو ينقصه إذا كان هو المشتري. خيار التدليس أن يكون في العين المباعة عيب ثم يخفى. وذكرنا احنا الضابط في العيوب المخفي، ذكرت هذا ولا ما ذكرت شيء؟ المخفي، نعم تكلمنا عن العيوب. إذن جيد، إذن نكتفي به هناك. طيب، إذن التدليس إنما هو في العين المباعة دون الثمن، وذلك بأن يخفي فيها عيبا إن كان يعلمه يخفيه. ومثلوا لذلك بأن يأتي للشاة فيصريها، بمعنى أن يربط ثديها ثم يجعله يومين أو ثلاثة من غير أن يحلبه، فإذا جاء المشتري ليشتريها رآها مصرات وأن حليبها كثيرا، فظن أن هذا حليب يوم، فإذا احتلبها أول يوم أو الثاني اكتشف أنها ليست ذات حليب، ليست ذات در، فحينئذ يكتشف خطأها. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من صر شيئا من الغنم أن له الخيار ثلاثة أيام. وهذا التقدير بثلاثة أيام ليس متعلقا بالعيب، وإنما متعلقا بالمصرات. انتبه، لأن المصرات تكتشف بعد ثلاثة أيام، وأما غير المصرات فقد يكتشف بعد أكثر. ولذلك التخصيص بثلاثة أيام ليس متعلقا بالتدليس، وإنما هو متعلق بهذا النوع من التدليس، وهو تدليس المصرات. طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها مع رد صاع من بر. وهذا الحديث من أشكل الأحاديث عند الفقهاء، من أحاديث المشكلة، إذ لو نظرنا، طبعا صاع من طعام أو صاع من تمر ونحو ذلك، إذ لو نظرنا فيما أخذ من الشاة
خلال 3 أيام لوجدنا أنه يختلف قيمة من شاة إلى شاة أخرى، أليس كذلك؟ بل ربما العنز غير الضأن من حيث مقدار ما تدر، تختلف الشياه ولا شك. ومع ذلك فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما في الجميع بأن يرد بدل اللبن الذي احتلبه المشتري صاعا من تمر. إذن الصاع مقابل ماذا؟ مقابل الحليب أو اللبن الذي احتلبه في هذه الأيام، فيكون مقابله هذا الصاع. نقول أول شيء، خلنا نأتي بها حتى نصل لهذه المسألة. نقول أول شيء، اتفق الفقهاء على أنه لو رد بدل اللبن لبنا لجاز، يعني أخذ لترين لبن فرد بدل لترين لبن لترين، بلا إشكال أنه يجوز لأنه مثله، أو أنه حلب جعل على جنب ولم يشربه ونفسه، ما في إشكال. الأمر الثاني أنه لما كان الأمر مختلفا قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدير من باب الأغلب، من باب الأغلب، من باب الأغلب وليس من باب الدقة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في شرح هذا الحديث أن هذا يجري في غيره أيضا وليس خاصا بالتصرية، فكل ما كان فيه الأمر مشكل وهو محل خلاف بين المتبايعين فإن لولي الأمر أن يجعل مبلغا ما هو التعويض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني صاع، أو يجعل القاضي دائما في كل مسألة في الموضوع الفلاني مبلغ الفلاني هو التعويض، فيقول هذا مقبول هذا مقبول. وينبني على ذلك مسألة معاصرة مهمة جدا وستمر علينا بعد قليل لكن نستعجل بها الآن، أن الفقهاء عندما ذكروا عيوب الأرش عند من يكون فيه عيب فإنه إنما يأخذ أرشا، أرش المعيب أو المثل أو القيمة إن كان من مثليات أو ما يتقوى. الآن عندما يكون هناك تصليح بسيارة، الآن عندما تصدم بسيارتك، فقط استدلالا على الحديث إنه خارج عن موضوعنا في الضمانات، عندما تصدم بسيارتك أليس كلام الفقهاء يقولون إن المطلوب إنما هو الفرق الأرش؟ يقول انظر سيارتك قبل الصدم كم تسوى؟ 10، بعد الصدم كم تسوى؟ 8. هذا الأصل. أو أنك يعني تأخذ الثمن الأول وتعطيه السيارة القديمة هو يبيعها، فليس لك أكثر من ذلك. الآن العمل عند الناس أنه إذا صدمت سيارتك أنه يعني يأتي الصادم المتعدي فيصلح سيارتك، فقد يكون إصلاحها أكثر من قيمة السيارة. بعض السيارات القديمة يكون إصلاحها أكثر، قيمتها 5000 وإصلاحها 6، والعكس أحيانا بعض السيارات مهما أصلحتها تكون قيمتها أقل من قيمتها الأصلية لأن أصبحت مصدومة، أليس كذلك؟ فمن تخريج على كلام الشيخ تقي الدين أنه لو تعورف عرفا، لو تعورف عرفا أو بناء على باب السياسة أن تقدير قروش المعيبات المعيب أو الضمان بطريقة معينة وإن كانت تخالف ما نص عليه الفقهاء من حيث الأرش وهو فرق ما بين المعيب والصحيح فإنه جائز، وعلى ذلك فنقول من باب العرف ما دام جرى عرف الناس عليه فإنه كاف من باب التقدير. نعم. الجملة الأخيرة وهي قضية إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. من اشترى معيبا هو مخير بين أمرين، بين الرد أو الإمساك، فإن رده أخذ الثمن، أخذ الثمن، فإن كان الذي عنده يعني استفاد من بره أو من نسله ونحو ذلك فالأصل أنه لا يرد شيء إلا في المصرات فقط، هي المستثنات لأنه قريب زمانها وبالإمكان كشفه، لأن الغرم بالغن، الغرم بالغن، هذا الأصل. الأمر الثاني أنه إن أمسكها بثمنها فله ذلك، فله ذلك أن يمسكها بثمنها، فإن لم يمكن أراد الرد ولم يمكن الرد ينتقل بعد ذلك للأرش، لا ينتقل ابتداء للأرش، يعني خيار الأرش، يعني متى يكون له حق أن يختار الأرش؟ إذا تعذر الرد، ولكن ابتداء ليس له الحق أن يطالب بالأرش. يعني اشتريت منك سلعة، اشتريت منك مثلا سلعة فبان أن فيها كسرا
فأنا مخير بين أمرين فقط، إما أنا أيها المشتري صاحب الحق بين الرد وآخذ الثمن، أو آخذ أو أمسكها بثمنها. متى يجوز لي أن أنتقل للخيار الثالث وهو الأرش؟ قال إذا لم يمكن الرد، لأن تكون اشتريت منك هذا الكأس وفيه عيب يسير ثم انكسر عندي، خلاص لا يمكن الرد الآن. اشتريت منك السيارة وفيه عيب ثم صدمت، لا يمكن أن أردها الآن، لا يمكن أن ترد، فحينئذ أنتقل بعد ذلك للأرش، أنتقل للأرش، فأقول كم الفرق بين المعيبة والسليمة ثم آخذ الفرق. قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. إذا اختلف في الثمن، طبعا هما إذا اختلف المتبايعان، فالقاعدة أن من كان جانبه أقوى فالقول، طبعا ولم تكن هناك بينة، فالقاعدة أن من كان جانبه أقوى أخذ بقوله مع يمينه، فإن استويا ليس لأحدهما قوة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، خلاص ينفسخ العقد. كل واحد يقول حلفت، مثلا هنا اختلف واحد يقول بعتها بمئة والثاني يقول اشتريتها بخمسين، فإنهما يتحالفان وينفسخ العقد إذا رغبا بذلك. طبعا هنا إذا لم يكن فيه تسليم للثمن، يقول اشتريتها ولم يكن هناك تسليم، هذا رجل ثمنه عنده وهذا سلعته عنده. طيب، ثم تكلم بعد ذلك عن حديث الإقالة. الإقالة والإقالة هي انفساخ العقد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا يدل على استحباب الإقالة وأنها من مكارم الأخلاق، ومما يدل على كرم المرء إذا كان بائعا أن يقيل أخاه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. هنا مسألة وإن كانت ليس لها تعلق بالإقالة مباشرة ولكنها دائما تكثر معنا، وهو قضية بيع العربون، وقد جاء النهي عنه، لكن الحديث في إسناده مقال، والصحيح أنه يجوز العربون، والعربون معناه أن يشتري شخص من آخر شيئا ويقول له إما نصا أو عرفا: إن أتممنا البيع فهو جزء من الثمن، وإن لم نتم البيع فإن لك هذا الجزء من الثمن. هو جزء من الثمن وليس منفصلا منه. الثمن 100 أعطيتك 10 فهو ثمن معجل، إن أمضي البيع فلا إشكال، وإن لم يمضى البيع فهو إقالة، فسخ للعقد. والأفضل للمسلم أن لا يأخذ من العربون شيئا، وإنما يرده لصاحبه، لأن المذهب أنه لا يصح بيع العربون مطلقا، وإن كان الصحيح من قول أهل العلم اختيار الشيخ تقي الدين والعمل عليه أن بيع العربون جائز، فكأنه من باب الشرط الجزائي في العقد، إن فسخت العقد يا الخيار إن فسخته فمن باب الشرط الجزائي فإن لك هذا المبلغ المقدم، ولكن الأولى لأنها إقالة، فلكي تدخل في هذا الفضل العظيم أن من أقال مسلما أقال الله عثرته أن ترد له عربونه أو الثمن المقدم في بيعه. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في عقد آخر وهو عقد السلم، وعقد السلم هذا هو من العقود التي قال بعض الفقهاء إنه خارج عن القياس، معنى القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة عندهم كما سبق أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك، أليس كذلك؟ وقلنا وكيف كان مستثنى؟ قالوا لأن الشخص باع ما لا يملك في السلم،
أسلم في طعام أو في غير طعام في مصنوع وهو لا يملكه، ربما الثمار لم تنتج الآن، يسلم لم تلقح النخل، فيقول سوف أبيعك أو بعتك 50 كرتون تمر وهو باقي عليه 10 أشهر إلى الآن، وهو بيع ما لا يملك. لذلك قال هو مستثنى بالنص وجعلوا له شروطا كثيرة. وذكرنا في تلك القاعدة إن كنتم تذكرون أن هذه القاعدة غير صحيحة، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان المرء يغلب على ظنه أنه سيجد هذا المسلم فيه، سيجد هذا المسلم فيه، فإنه يكون عنده أو في حكم ما عنده، وهو من سمى بيع الموصوفات، فلذلك هو داخل في القياس وليس مستثنى منه وليس مستثنى منه. وهذا ما أطال عليه الشيخ وتلميذه في إعلام الموقعين. الفقهاء يشترطون لصحة السلام شروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن تضبط صفة المسلم فيه وصفا دقيقا، ولذلك يعبر الفقهاء يقول بيع موصوف في الذمة بثمن حال، فلا بد أن تكون موصوفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يوصف فيقال من النوع الفلاني. وضابط الوصف عندهم أنه كل صفة يختلف بها الثمن، فتقول مثلا من التمر الفلاني وهذا يختلف به الثمن، ولكن بشرط عدم التعيين، لأنك لو قلت من هذه الشجرة أصبح معينا فلا يجوز، وإنما تذكر أوصافا ولا تذكر أعيانا، فإنه إذا كان من بيع الأعيان فإنه حرام ما يجوز، لأنه بيع ما ليس عند الشخص، وأما بيع الموصوفات فإنه جائز. هذا واحد، أن يذكر الوصف. الأمر الثاني أن يذكر الأجل، فلا بد أن يذكر أجلا، لأنه عند الجمهور الفقهاء لا يصح عقد السلم إلا أن يكون مؤجلا، فالسلم الحال لا يجوز عند الجمهور إلا عند الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز أيضا سلم الحال، سنذكره الآن. لماذا قالوا إنه لا بد من ذكر الأجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أنه يجوز السلم الحال. ما معنى السلم الحال؟ أن تأتيني مثلا وتقول أريد منك البضاعة الفلانية، هي ليست عندي، فأقول ب50، فأخذ منك 50 وأذهب وآتيك بالبضاعة الآن. يقول شيخ الإسلام يجوز السلم الحال، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكون المسلم فيه مما يغلب على ظنه وجوده. أغلب الناس لما يذهب لسوق قطع الغيار القريب منا هنا، عندما تذهب لسوق قطع الغيار تقول له أريد القطع الفلانية، يقول لك راعي المحل موجود، هي ليست عنده، بكم هو عارف سعرها ويعرف أن 20 محل في السوق عندهم، يقول لك ب50، ثم يأخذها ويذهب لجاره ويشتريها. نقول هذا سلم حال. لماذا هو سلم؟ بيع موصوف لكنها في الذمة، ليس مؤجلا وإنما هو حال، بيع موصوف ما باعك عين لكنها لا يملكها. وضح السلم الحال والسلم المؤجل. والشيخ تقي الدين يجيزه بشرط ماذا؟ أن يكون مما يغلب على الظن أنه موجود. تذهب لمحلات البقالات تقول أريد كرتون موية، أكيد الذي بجانبه عنده، لكن لما تسأله شيء نادر جدا يقول لك موجود هو ليس عنده، أو يقول بعتك وهو ليس عنده، فعندما يبحث لن يجده في لحظات، وهنا يكون في ضرر على المشتري وسبب للخصومة. سبب للخصومة، قد أقول لا إلا تأتيني به ويجب الآن، فيحق لي الملازمة ويحق لي الشكوى وليس لي حق الفسخ. سم مدة ساعة أجل، هذا ما في إشكال، لو بعد يوم ما في إشكال، لكن لو قال له أريد منك هذه القطعة وأعرف أنها نادرة في السوق، لكن لو أجله إياها بعد أمد يغلب على ظنه أنه في هذا الأمد توجد السلعة، نقول يجوز، يعني يعرف أنه سيلف في السوق حتى يجدها، ما في إشكال. ها؟ لا، الأولى غير الآن، مطالب أنت الآن بتسليمها، الآن تسلمها، قد تذهب لجارك ما تجدها عنده مباشرة، لكن لما يكون عندك أمد 3 أيام 4 أيام يغلب على ظنك أنك ستلف حتى تجدها،
تعرف أنها موجودة في السوق، في أشياء موجودة في السوق لكن أين لا تعلم، عند واحد أو اثنين. نعم، شرط المدة فيها أجل، يستطيع الشخص أن يبحث عن الشيء حتى يجده. الأمر الأخير قال إنه لابد من إعطاء الثمن قبل التفرق، لابد من إعطاء الثمن قبل التفرق، وهذا شرط أجمع العلماء عليه في عقد السلم، وما في حكم عقد السلم كعقد الاستصناع أجمع العلماء عليه، غير أن الفقهاء المعاصرين وهو قرار مجمع الفقه استثنى من ذلك صورة واحدة، فقال إن عقد الاستصناع وهو عند الجمهور من السلم وأفرده الحنفية بعقد مستقل، إن عقد الاستصناع يجوز تأخير الثمن فيه لعمل الناس. القاعدة عند الفقهاء أن عقد الاستصناع ما يجوز تأخير الثمن، مثل عقد الاستصناع أن تأتي بالقماش للخياط فتقول له خط ثوبي، هذا عقد، أو هذا عقد إيجار عفوا، عقد الاستصناع أن يكون القماش منه فتقول للخياط أريد ثوبا من هذا القماش الفلاني، هذا عقد الاستصناع، منه العمل ومنه المواد، تذهب للنجار تقول أريد هذا الدولاب مثل هذه الطاولة، أريد طاولة مثل هذه الطاولة، لم يصنعها بعد، سوف يصنعها، عمل ومواد خام. تذهب للمقاول تقول له أريد بناء غرفة، هو الذي يأتي بالمواد ليس منك المواد، لو كانت منك المواد صار عقد إجارة، هذا عقد استثناء. والجمهور إلى الحنفية يرون أن الاستثناء صورة من صور السلم. كل من تعامل بهذه الأمور الثلاثة، غالب الناس عندنا ماذا يفعلون؟ ما يقدم الثمن يا شيخ، أغلب عقودنا في عقود الاستصناع نؤخر الثمن، ربما تقدم جزء منه دفعة أولى، لكن قل من يسلم الثمن، قل من يسلمه. ولذلك يعني بعض حتى الأخوان طلبة العلم يتحرج، فإذا أراد أن يفصل ثوبا مثلا سلم الثمن قبل، إن على طريقة الجمهور لابد من تسليم الثمن، لابد يسلم الشيء قبل. ولكن مجمع الفقه استثنى في عقد السلم هذا، ووجهه بتوجيهات متعددة، إما باعتبار أنه عقد منفصل عن السلم كما هي طريقة الحنفية، أو أن العرف أجاز تأخيره، ولهم مبحث طويل جدا في هذه الجزئية بالخصوص، وهي محل إشكال حقيقة على كلام الفقهاء. واضح المسألة؟ والاستثناء ما هو؟ والله شيخ، عمل الناس كلهم الآن مشرقيهم ومغربيهم على أن في عقد الاستصناع يجوز تأخير الثمن، ليس لازما لكن يجوز. لو قلت بهذا شيخ مشكلة، شيخ أنت قد تأتي المقاول يبني لك هذا المسجد، قد يكلف مليون، أنا ما أدري كم، إذا أعطيته المليون كان ربما ما تأمن يذهب أو يعمل عملا نصف نصف. لذلك القرار اللي صدر من مجمع الفقه يعني هو الذي يقتضي حال الناس، طبعا هم وجهوا بأكثر من توجيه بحسب الرأي الذي يناسب المذهب. طيب، المسألة الأخيرة، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، أي يسلمون في الثمر السنة والسنتين، يعني يعطيك يأخذ المال الآن في مقابل أنه يعطيك الثمر السنة القادمة أو التي بعدها، هذا معنى السلف. السلف هو السلم، فإن السلم بلغة أهل العراق وبلغة أهل الحجاز يسمى سلفا، سلفا. وهذا من باب الاشتراك في الألفاظ، فإن بعض الناس يمر عليه السلف هنا ويظن هو القرض، لا، ليس المقصود بالسلف هنا هو القرض. يقول ثم قال، ذكر الشيخ، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذه مسألة مهمة جدا حقيقة، وهي قضية من يقترض من أموال الناس، قد يقترض قرضا الذي يسميه الناس الآن قرض الحسن في مقابل القرض الربوي، وإلا باب القرض عند الفقهاء قرض كله حسن، كما تأخذ ترد، إما أن يكون من باب القرض أو يكون من باب المعاوضة، سواء في تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو السلم، أو في تعجيل المثمن وتأخير الثمن وهو بيع النسى الذي يسمى عندنا الآن بيع التقسيط، كلها ديون. الإنسان يحرص قدر استطاعته أن لا يستدين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الشهيد يغفر له كل ذنوبه إلا الدين. ولذلك المرء مهما كان في قدرته وفي استطاعته أن لا يستدين،
فلا يستدين، فلا يذهب للدين إلا لحاجة. حتى إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال إن من شؤم الدين أن من بدأ تجارته به لم يربح. يقول ابن الجوزي في وقته ذكر في صيد الخاطر، بناء على ذلك فإنه يرى أن يعني استقراء لأهل زمانه أن من بدأ تجارته بالدين يعني تكون لها شؤم هذا الدين في الغالب. هذا كلامه هو، الله أعلم من صحته. فالإنسان قدر المستطاع لا يأخذ، وللأسف أن بعض الناس أصبح يأخذ المال تجملا وتكثرا، فقد تكون عنده السيارة التي تناسبه وتقضي حاجته، ولكن يريد سيارة أرفه فيتدين ليشتريها، أو يريد أن يتدين ليجعل زواجا بهيجا وعزيمة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق، وثاني مرة في ثاني يوم معروف، وفي ثالثها رياء وسمعة. فهو رياء وسمعة باطل. فالمكاثرة في الوليمة وفي الزواج وفي الحفلات أصلها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أعطي خمس نأخذ على الأقل الرهن. نعم. قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نقف عند باب الضمان. طيب، هنا هذه أول عقود التوثيق، والفقهاء يقولون إن التوثيق ثلاثة أمور: توثيق كتابي، توثق العقد بعقد كتابي، وتوثيقه بعقد آخر، والعقود التي توثق بها العقود الأخرى ثلاثة: الرهن والضمان الذي هو الكفالة بالمال، والكفالة التي هي كفالة البدن، وهذا مصطلح الحنابلة سنمر عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا ما يكون به توثيق العقود، إما بالكتابة أو بالإشهاد الثاني أو بالشهادة أو بعقد آخر، وهو عقود التوثيق، تسمى عقود التوثيق. لما سميت عقود التوثيق؟ لأن هذه العقود ليست مقصودة لذاتها، لا عقد الكفالة ولا عقد الرهن، وإنما يقصد بهذه العقود توثيق عقد آخر. فعندما أقترض منك قرضا أو أشتري منك عينا ولا أسدد الثمن يكون فيها دين، فإنك تريد ضمان حقك بالدين فتأخذ مني رهن عين، أو تأخذ مني كفيل آدمي تضم ذمته إلى ذمتي في سداد الدين، فهو من باب توثيق الحق. إذا لم أسدد بيع الرهن وطولب المكفول. الأمر الأول، مسألة الأولى، أن الرهن لا يصح إلا في الحقوق الثابتة كما قال الشيخ. قلنا معنى وثائق يعني عقود توثيق، معنى قول الشيخ وهذه وثائق أي أنها عقود توثيق، وقول الشيخ أنه بالحقوق الثابتة بمعنى أن الحق غير الثابت لا يؤخذ عليه رهن مطلقا. ومثل الحقوق غير الثابتة قالوا الدية. الدية هي مؤجلة ولكنه لا يؤخذ فيها رهن لأنها ليست بثابتة الآن، وإنما هي على العاقلة، فكل سنة قد تتغير العاقلة، فقد يموت من وجبت عليه في السنة الأولى أو في المرة الأولى دون من وجبت عليه في المرة الثانية. وضح كيف؟ فهو دين ليس بالثابت الدية. وكذلك سائر الحقوق غير الثابتة فإنها التي فيها عدم استقرار، فكل ما لم يستقر فيه الملك فإنه ليس بثابت. مثل ذلك لو أن امرأة في مرض الموت فجاء ورثته فطلبوا منه رهنا لكي يعطيهم الميراث، ما بعد ثبت لهم، ما زال في ملك المالك الأول، فليس له الحق أن يعطيهم رهن لأجل الميراث لأنه لم يثبت بعد. وهكذا
كل ما قال الفقهاء إن الملك عليه غير تام. طيب المسألة الثالثة، قول الشيخ رحمه الله تعالى يصح بكل عين يصح بيعها، وبناء على ذلك فإن العين سواء كان الملك لها لذاتها أو لمنفعتها فإنه يصح الرهن، سواء كان الملك لذاتها أو لمنفعتها. مثل الملك لذاتها، يملك الشخص سيارة فيقول خل أرهن سيارتي عندك، هذا ملك للعين. ملك المنفعة، عندي دكان مؤجر لمدة سنة، أنا مستأجره لمدة سنة، وأنا اقترضت منك قرضا لمدة شهر، فقلت لك سأجعل الرهن هو ماذا؟ هذا الدكان الذي استأجرته، بحيث أنه إذا تم الشهر ولم أسدده لك الحق أن تأخذ أجر، يعني تؤجر المدة الباقية وتستوفي منها دينك. وضح كيف أن المنفعة تصح أن تكون رهنا، تصح أن تكون رهنا في هذه الحالة. أنا مثلا لي مثلا دار يعني عمرة أو رقبة أملكها فقط في الحياة، أو هي موقوفة علي أنا أملك منفعتها، فيجوز لك أن ترهنها، لا ترهن العين وإنما ترهن المنفعة، فأقول لك إن هذه المنفعة مدة سنة، لك الحق أن تأخذها أو يعني تؤجرها ثم تأخذ من غلتها مالك. وضحت مسألتك؟ يعني مثل الموقوف عليهم الوقف الأهلي، الوقف الأهلي يسمي الشيخ محمد الوهاب وقف الجنوف، سيمر معنا، هو وقف على شخص، يجوز لك أن ترهن المنفعة إذا خص الشخص بهذه المنفعة على الصحيح. الشيخ من بكل عين، عين لها منفعة، مفهومه أن ما لا عين فيه وهي المنافع التي بدون عين ما يصح رهنها. إيه؟ لا بيع المنافع التي لها عين، يعني مثلا أنا أعطيك مثلا المنافع التي لا أعيان ليست تابعة لعين، مثل ماذا؟ مثل آدم يقول أرهنك مدة شهر خدمتي، ما يصح، ما يرهن، ما يرهن. الاختصاص، الاختصاص ليس من الأعيان فلا يرهن، لأن منفعة عينها لا يصح تملك عليه، لكن المنفعة التي تابعة لعين نعم تصح، يعني ملكه للعين ملك لمنفعتها دون عين أصلها. هذا كلام، يعني هو يحمل كلام الشيخ يحتمل الثنتين، لأن الشيخ له كلام آخر ينص على أن المنفعة بالسعدي على أن المنفعة تصح أن تكون رهن. الأمر الثالث، المسألة التي بعدها، أن هذا الرهن قول الشيخ تبقى أمانة عند المرتهن، أن هذه العين المرهونة الأصل فيها أن تكون بيد الراهن، الأصل فيها أن تكون بيد الراهن الذي له الحق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، ولكن للمرتهن حق أن يقبض هذه العين من باب الحف خشية أن صاحبها يبيعها مثلا إذا كان غير أمينا عنده، أو خشية أنها تضيع مع ما يضيع، فيجوز له حفظها. فمثلا إذا كانت دابة يقول كل يوم جبها لي في الليل تبيت عندي مثلا واستخدمها في النهار، لو كانت سيارة يقول اجعلها عندي في الليل مثلا، الآن جاءت الرخصة والاستمارة يستطيع أن يحفظها عن طريق الاستمارة، وإلا الأصل أنها تكون عند صاحبها. فإن كانت عند المرتهن الذي صاحب الدين، عفوا عند صاحب الدين، فإنها تكون عنده أمانة ولا يجوز له استخدامها إلا إذا كانت تحتاج إلى مؤونة، فإنه يستخدمها بقدر ما جعل لها من مؤونة. وهنا مسألة قد نسمع كثيرا عن قضية نظام الرهن العقاري، ما هو نظام الرهن العقاري؟ هو النظام الشرعي لا فرق، ولكن هو جانب إجرائي بحت. فالحال الآن إذا أردت أن ترهن عينا، فإنك إذا انتهيت من رهنها فإنك ترفعها للمحكمة، والقاضي يثبت الرهن مرة أخرى ثم يعلن القاضي عن بيعها. وأما بعد وجود نظام الرهن أو الدولة في نظام الرهن العقاري، فإن لصاحب الحق من حين التأخر عن السداد أن يتولى بيعها بسرعة، والنظام الرهن يسهل بيع الأعيان. وهذا الذي حدث في الدول التي يوجد فيها نظام الرهن العقاري،
من حين تكون هناك أزمة ديون ويتأخر الناس عن السداد تباع الأعيان التي عندهم العقارية، فقد هي نافعة لأصحاب الأموال وهي مضرة لملاك الأعيان من العقار وغيرهم عند التأخر في السداد. قال فإن حصل طبعا نعم فتكون أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كما كسائر الأمانات. قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وهذا واضح جدا ينفك إذا سلم سواء جاء الأجل أو لم يأتي، وإن لم يحصل الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن لا بد من الطلب وجب بيعه والوفاء من ثمنه. ومن يتولى بيعه هل يلزم القاضي؟ العمل الآن حاليا أنه للقاضي، ولكن قد يكون العمل أن يقوم به غير القاضي، مثل إذا صدر نظام الرهن العقاري يكون البيع من غير طريق القاضي، يكون البيع مباشرة من غير طريق القاضي. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، أي إذا بيع هذا العين لنقول أنني أقرضتك 100 وأعطيتني عينا فتأخرت عن سدادها فإني أبيع هذه العين فبعتها فإذا بها 150، ليس لي الحق أن آخذ إلا 100 وما زاد فهو لك، فيرد لصاحب الدين، لأن لو أخذت الزيادة فهو ربا ما يجوز. طيب إن كانت قيمتها أقل أقرضتك 100 وأخذت منك رهنا فلما بعته إذا به 80، نقول تبقى 20 الباقية دينا مرسلا، أي بلا رهن، دين مرسل يعني بلا رهن، ويتحاص إذا حجر على الشخص يتحاص مع باقي الشركاء في باقي ماله، لأن المحجور عليه المحجور إذا حجر على شخص ما فأصحاب الديون يقدم من كان له رهن، من كان له رهن على من لم يكن له رهن من أصحاب الديون المرسلة. طيب قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، أي على المتلف، على المتلف أن يأتي بضمان، ويكون الضمان هذا رهن، وهذا الضمان يكون رهن، ما نقول إنه ينفسخ بالإتلاف، لا يعود فيكون رهن. طيب فإن أتلف صاحب المال الرهن نقول يلزمك أن تأتي برهن آخر بنفس القيمة، يلزمك، أخذت السيارة أنا فأتلفتها، لكن لو تلفت من الله عز وجل فإنه وتلفت العين بالكلية فإنه يسقط الرهن يذهب لفوات المحل. وضح الفرق بين الثنتين؟ إذا تلفت من متعد أجنبي أو تلفت من قبل صاحب الرهن صاحب العين الأصلية فإنه في هذه الحالة يجب الضمان، والبدل هذا يكون رهنا. فإن تلفت بسبب من الله عز وجل أو أتلفها الراهن نفسه فإنه لا يجب أن يكون فيها بدل. نعم. قال ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، النماء هو المنفصل وغير المنفصل، المنفصل مثل الثمرة وغير المنفصل مثل السمن في الشياه ونحوها، هي تبع للرهن، فإن حصل الوفاء رجعت لصاحبها، وإن لم يحصل الوفاء فإنها تباع مع أصلها لسداد الدين، ما نقول إنها تعود للصاحب، لا تباع مع أصلها. ومؤنته أي مؤنة الرهن على ربه أي مالك الأصلي، فإن لم يقم بمؤنتها وإنما قام الراهن بها فإنه يأخذ من الغلة ما يقابل مؤنته. ثم ذكر في الأخير قال أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، الشارع عندما يكون له مؤنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قوله إن الرهن هل يجوز له أن ينتفع بالرهن، عفوا أن يعني صاحب الدين هل يجوز له أن ينتفع بإذن صاحب الرهن، يقولون إنه يجوز بإذنه فيكون من باب عدم الشرطية أنه لم يشترط. والشيخ تقيدي مفهوم كلامه أنه ممنوع مطلقا، ليس له الحق الانتفاع مطلقا سواء أذن أو لم يأذن، ما دام أنك قد أقرضته فلا تنتفع منه بشيء، لأنه يكون من القضاء من الدين الذي جر نفعا. هذا على سبيل الإجمال، وإن كنا أسرعنا في باب الرهن، لكن نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل بباب الكفالة والحجر، ويبقى لنا إن شاء الله في المعاملات المالية بعد الحجر يعني الصلح، ثم يعني إن شاء الله درسين ثم ننهي أو ثلاث ثم ننهي
المعاملات وننتقل لباب النكاح. لا والله طويل شوي. لا الفرائض باقي بعده. يعني والله بقالنا وقت. يبينا وقتي. نظرت قصير يا شيخ. طيب. لعل الله يسر. في شيء مشايخ؟ في شيخ وين؟ تبون نقف وقفنا. نستمر شيخ. في درس شيخ. المغرب آه. خلاص إن شاء الله. سمي شيخ. ما أسمع طعمك. الفقهاء كلهم يشترطون أن عقد الاستصناع أنه يجب لأنه نوع من أنواع السلم. فيجب تعجيل الثمن. تعجيل. الآن سلم قبل أن يخيط الخياط الثوب. يقولون ما يجوز. هذا كلامه. والذي صدر فيه قرار مجمع الفقه أنه يجوز تأجيل الثمن. إيه لماذا؟ قالوا لأن عقد الاستصناع عقد ليس كعقد السلم بل هو عقد آخر، عقد مركب من البيع، من بيع وإجارة. والبيع مستقلة يجوز تأخير الثمن، والإجارة مستقلة يجوز بيع تأخير الثمن. لذلك هم بناء على تقسيمهم العقد إلى عقدين فيكون عقدا مركبا منهما، فيقول هو عقد جديد فيجوز فيه تأخير الثمن. يجوز تؤجل الثمن كله عند التسليم. سم؟ لا الفقهاء غير الحنفية والمعاصرين، كل المعاصرين الآن على هذا الشيء تقريبا الذين هم مجامع، يقولون ما يجوز. يجب أنك تقول الآن تروح للنجار تعطيه الفلوس كاش إذا كانت الخشب منه. الصحيح أنه يجوز أن تعطيه جزء منها وتؤخر الثمن حتى إن شئت. أنت بالخير تعطيه كاملة، كلها يسيرة بناء على أنه عقد مركب وليس من صور السلم. كذا يقولون. وأظن حاجة الناس يعني ما تنفك إلا بذلك. سمشي الدين إيه؟ نعم ما قال بالوجوب إلا بالحزم. والصحيح أنها سنة انعقد الإجماع قبل بن حزم. بن حزم توفي 456. انعقد الوجوب، انعقد الإجماع قبل بن حزم أن هذه الآية الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى واقترض وارتهن ولم يكن يكتب. هل يكتب بينهما كاتب بالعدل؟ شو مشكلة؟ أنا الحين لما تروح البقالة يا شيخ، لما تروح البقالة وتشتري بعشرين ريال زين، تقول بسددك بكرة، ما يلزمك أن تقول اكتب بيني وبينك ورقة، لكنه أحوط، لأن الشخص قد يموت فينسى أبناؤه أن عليه دينا ولا يعرفونه. الشخص ينسى، أنت كثيرا ربما ينسى أشياء تافهة، ريال ريال تنسى، لكن لو كتبتها وسجلتها حفظت. فهي من باب توثيق العقود فقط. من حقه إلا في كفي عيب خيار المجلس. هم يقولون لو تشارطا على نفي خيار المجلس، لو تشارطا على نفي خيار المجلس، يقول اتفقنا ما في خيار مجلس. اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إن هذا الخيار لأجل المتعاقدين، فإذا كان لهما فاتفق على نفيه من حقهما وبناء على ذلك ينتهي خيار المجلس. ومن أهل العلم من يقول إن خيار المجلس هو أمر يقتضيه العقد، فلو تشارط على عدم على إلغائه لم يلتقي، فيكون من الشروط التي تخالف مقتضى العقد. والأقرب أنها لمصلحة المتعاقدين، فلما علم بها علم الاثنين كلاهما وعلم أن إذا طبعت هذا إلغاء الخيار، عندك الخيار العقد. هذا الظاهر شيخ على القول الأول أنه من حق الاثنين. سم شيخي اللي هي طاعة عمرك إيه منع الشيخ يشدد في الربا ما تتصور، لأنه يركب بإذن الشارع. هذا قال بإذن الشارع لأنه مقابل المؤنة التي دفعها عليه.
إن أعطاها يعني الظهر أعطاه شيئا في مقابله بإذنه لما جعل عنده الشاة أو جعل عنده الفرس جعلها عنده أطعمها فيكون في مقابل مؤنتها لما أكلها يركبها في مقابل هذا المؤنة. شيخ الإسلام أنا مثلا ارتهنت في بيتك وقلت سأسكن بيتك تقول اسكن. يقول شيخ الإسلام أنك ربما لما أقول لك سأسكن بيتك يعني أنت لأجل يعني الحاجة لدي تخاف أني أطلبه فتأذن لي فيه فهم باب سد الذرائع مثل ما جاء قلنا إن من باع شيئا لا يشتري من باب العينة مطلقا تكلمنا عن عينة تذكرون وكذلك الصدقة في حديث عمر من باعها فلا يشتريها غير قاصد لكن نقول من باب سد الذريعة من الناس من يقول أنا ما أشترط لكن لما تأتي للمدينة تقول أريد أن أسكن الرهن سيستحي يقول نعم أسكن وأما الفقهاء فيقولون هذا إذا لم يكن طبعا هو يعني النزاع الفقهاء يقول إذا أذن لهم من غير مشارطة جاز من غير مشارطة ولكن في الحقيقة يعني قد يكون يعني كلام الشيخ من حيث أنه مؤثر في نفسية الشخص حيث الدين تكون هذا الجانب المذهب ما أدري عن الجمهور تاج مراجع وأرد لكم الأسبوع القادم ما هو رأي الجمهور إن شاء الله سم شيخنا واضح مي بواضحة المشتري ما يرجع خلاص هو ما يرجع الصحيح انه ما يرجع المذهب انه يجب ان يرجع للحديث الذي روي لكنه ضعيف وان صح فانه محمول على غير هذه الصوره والصحيح انه ما يرجع لا الحق انه ما يرجع الخيار كله للبائع يريد ان يرجع جزاه الله خير وهو الافضل والاتم خروجا من الخلاف وان اخذه جاز له الناس كلهم يعرفون الشيخ الان كل الناس على ان العربون لا يرجع اذا قيل عربون ولم يقل جزء من الثمن انتبه اذا هو جزء من الثمن لكن لو قال عربون معنى ذلك في عرف الناس ان هذا جزء من الثمن وهناك شرط جزائي بيني وبينك انني اذا فسخت البيع ولم امضه فان لك الحق هذا المال واضح شلون لكن اذا ما قال عربون قال هذا جزء من الثمن ثم فسخ العقد ترجع لي المال كامل لكن إذا قال عربون هذا له دلالة عرفية عندنا الآن الخيار دائما الخيار دائما ما تدخل المحلات فيعجبك الشيء تقول أصبر شوي خلى عندك شوي سأذهب كن صريح سأذهب المحلات الثانية وأتيك معني سأذهب إني سوف أسأل المحلات الثانية قليلا وسأعود دائما يتعامل بها بعض الناس لكي يعرف السوق نعم يجوز بس يجب أن يحدد الزمن ما تقول أبسأل هذاك ما تعرف قد يجي الشهر شهرين ويكون عقد موقوف لا بد أن يكون في الشرط محدد أجل يوم يومين ثلاثة هذا يسمى تأمين أنت عندما تقترض من البنك نتجوز نسميه قرض زين هو تأخذ دينا من البنك البنك يؤمن عليك تأمينا تبعيا على حياتك أنت ما تدري البنك راح ذهب لشركة في الخارج أو في الداخل ويقول أؤمن على زيد مثلا اسمك زيد أؤمن على حياة زيد أنه إذا مات فإن شركة التأمين تدفع للبنك باقي المال شركة التأمين هي تدفع ما تدفع شيء وأنت لم تؤمن هي التي تأمنت عليك تأمينا تبعيا ولذلك تجدهم لما يكون الشخص صغيرا في السن صحيحا بعضهم يشترط الكشف الطبي لكي ينبني عليه مستشفى التأمين قرض تقول أنا باخذ قرض وش دخل الكشف يقول لا موجود بعض البنوك السعودية يشترط الكشف الطبي عليك لأنه قرض شخصي لأنه مؤمن فبناء على الكشف الصحي عليك وسنك ترتفع نسبة أو قيمة بوليصة التأمين كم قيمة فلذلك يؤمن عليه هل يجوز هذا الشيء؟ لو ابتدأت أنت بالتأمين حرام يكاد المعاصرون يكاد ما عدا واحد متفقون على أن التأمين على الحياة حرام عند الممات
ادفعوا كذا سداد ديني مبلغ 1,200,000، ولكن هنا يقولون إن هذا التأمين بما أنه يحرم فتجد أن البنوك الإسلامية لا تقوم به، لا تقوم به، لا تقوم به. يعني بعض اللجان الشرعية في بعض البنوك تقول هذا حرام ولا تقوم به، تقوم به بعض البنوك التقليدية التي لها معاملات شرعية. هل يجوز لك أن تتعامل بهذه أم لا؟ نحن قررنا في التأمين كما تكلمنا هنا أو غيره أن التأمين يجوز في 4 صور، منها إذا كان تأمينا تبعيا، تأمين تبعي مو بأنت لقاصد، والتأمين التبعي كلنا نستخدمه. عندما تشتري جوال تشتريه من السوق جاي من دبي ب500 لأنه وكالة كذا يزيد عليك 200 ريال، 200 مقابل ماذا؟ مقابل الضمان الذي هو التأمين التبعي، وكل الناس العمل عليه. هذا من باب التأمين التبعي، الذي استثنوا في التأمين أجازوا. عرفت شلون شيخ هذا؟ ما تعامل به. أنا أعرف يعني بعض البنوك خارج المملكة يلغون هذا التأمين، إن يعرفون أن الإثم عليهم. التعامل بينهم وبين شركة التأمين حرام، التعامل بينهم بين البنك وبينك جائز، لأنه ما ينصون لك يقول لك جزء منها سيكون تأمين، لا يسكتون، هم يؤمنون على حياتكم أحرام. هو تبرع منهم إسقاطه، لكنهم ليس تبرع، هم أخذوا فلوس. واضح الصورة يا شيخ؟ لماذا إسقاط الدين؟ عرفت شلون إسقاط الدين؟ ما أدري، اللي أنا أعرف بعضهم صدرت قرارات منه ما يجوز فلا يعملون بهذا الشيء، ما يسقطوا عنك الدين، ما يتبرعون. البنك ما يتبرع لك يا شيخ، ما في بنك يتبرع. البنك الإسلامي يقول لا عليك الدين، إذا مت يؤخذ من تركتك. هذه سم شيخ هذه يسمون الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية لم يكن الفقهاء قديما يعرفونها مطلقا، اللي هي حقوق اسم حقوق الابتكار، اختراع اختراع معين، اسم تجاري، اسم تجاري ليس اسمك الشخصي، افتح محل باسم الشخص هذا ليس اسم تجاري، اسم محل عبد السلام هذا ما له قيمة، ما له أي قيمة في السوق، لأن اسم هذا يسمى اختصاص لا يجوز بيعه. لكن الأشياء التي لها قيمة مثل الابتكارات، الاختراعات، المؤلفات، الاسم التجاري، بعض الأسماء التجارية تعادل أكثر من قيمة الشركة. شركة سابك اسمها بالملايين، بالملايين قيمة، لو أرادت سابك تبيع اسمها أتوقع يعني 500,000 قليلة، 500,000,000 قليلة عليه. اسم سابك قوي، أكبر شركة بتركمويات في الشرق الأوسط، لذلك الاسم كبير جدا. هذه يسمونها حقوق معنوية أو حقوق الابتكار. هذه حقوق الابتكار لم يكن الفقهاء يتكلمون عنها مطلقا. المعاصرون أحدهم يقول هي من الاختصاص، وبناء على ذلك الاختصاص لا يجوز بيعه فلا قيمة لها. من الفقهاء المعاصرين يقول ذلك، ومنهم من يقول، وهذا يعني الذي عليه الأغلب وهو التكليف الصحيح، لأن من الناس من يقول هي اختصاص ثم خرق الإجماع فقال اختصاص يجوز بيعه لكي يجوز هذه، خرق الإجماع لأجل هذه المسألة. لكن من المعاصرين الذي يتمكن في الفقه من يقول إن هذه الحقوق لها قيمتها، فهي من حقوق التملك، حقوق الملكية، حقوق جديدة، مثل ما قلنا أن هناك شخصية اعتبارية ومعنوية تتملك بذاتها، فإن حقوق الابتكار والحقوق المعنوية معتبرة بذاتها، بدليل أنها تباع وتشترى. كل الشركات تبيع اسمها، تبيع الاسم التجاري يعني، أو أراد بيع تباع بالاسم. فيقول إن هذه مما تفرع على تطور الفقه، أن حقوق الابتكار غير الاختصاص لها قيمتها التي تباع وتشترى، صدر بذلك قرار المجمع أن لها قيمتها. ولكن بعض المشايخ المعاصرين مشايخنا من يقول هذا غير صحيح، حقوق الابتكار كلها من باب الاختصاص لا يجوز بيعها، وألف فيها رسالة يقول كلها لا قيمة لها، وأشدها إذا كانت متعلقة بالدين كمؤلفات الشرعية، فالأصل أنه ليس فيها حقوق. طب لا أمر سهل، يعني لا أمر سهل، اجتهد واختر ما شئت. طيب في شيء مشايخ؟ في شيء؟ السلام عليكم.